وهناك حيثما يعني وفق ما بلغني هاتفيا من العديد من الشباب أن هناك قوات مسلحة من قوات الشرطة وأيضا من قوات الجيش. فإحنا يعني رتبنا بعض الاتصالات إلى أن وصلنا إلى شاهد عيان من المنطقة الأستاذ علي. السلام عليكم أستاذ علي. السلام عليكم أستاذ علي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا أستاذ علي، أنت فين أهلا دلوقتي؟ وسهلا يا فندم. أنت مكانك فين دلوقتي؟ يا ريت الصوت عشان أنا مش سامع كويس على فكرة. طب حاول تبعد عن الدوشة وتكلمني عشان تسمعني على طول، حضرتك في إمبابة الآن؟ أه يا فندم. فين في إمبابة؟ ألو. بقول لك أنت فين؟ حضرتك أنا في شارع أوس بالظبط قدام شارع المشروع. أه في البصراوي؟ نعم. في البصراوي؟ ألو. إحنا سامعينك. يا ريت الصوت واطي من عند حضرتكم خالص، مش سامع انا خالص. وهنا في دوشه كبيره وضرب نار، مش عارف اسمع. طيب احكي لي انت بسرعه، احكي لي ايه اللي حاصل. حضرتك احنا حضرنا من بعد العصر بالظبط ان شاء الله، على سماع ان في اخت مسلمه كانت مسيحيه ومتجوزه اعتمد واتجوزت واحد مسلم، وتم اختطافها من بيتها لوحدها على زوجها، والاخ لجأ للشرطه وخرجوا الشرطه من بعد العصر حوالي ساعه، ومن ساعه ما راح ما رجعش. اتصل بينا من عن طريق اصحابه، قال لنا زوجتي اتصلت بيا وفي بيت ورا الكنيسه، وقالت الحقونا بعد ما يودوني الكاتدرائيه ويحبسوني هناك. فاضطرينا ان احنا نيجي هنا قدام الكنيسه، لقينا في احتجاجات شديده جدا مع بعض المسلمين. اصحاب العقل الناس الكبيره قالوا طب نتكلم مش نتكلم، بدأ الشباب يحتكوا مع بعض. مرة واحدة لقينا بعد ضرب نار من قبل الكنيسة، رد عليه ضرب نار من بعض المسلمين بغاز مولوتوف، وبعدين فوجئنا ببعض البيوت طلعت الناس فوق وبدأ يضربوا المسلمين لو في متكاثرين معروفين بشكل ان كان في سمة المسلمين معروف بالنسبه للملتحين او مشابه. انا سامع ضرب نار عندي، ده ضرب نار يا علي؟ اصبح بالعائله النهائيه حيه والسلاح الروسي. حتى لغايه حضرتك ما جاء الجيش بدا يضرب في الهواء عشان يرجع الناس دي، بدا يضربوا عليه نفس الطلقات اللي بيضربوا علينا، وحوالي 10 جرحى من 10 ل 12 جريح، في اثنين حالتهم خطيره، ده اللي شفتهم بعيني ان شاء الله. يعني في جرحى حوالي 10 من 10 ل 12 من 10 ل 12 من إصابة أزايز مولوتوف، ومن من إصابة نار حي، ومن إصابة اللي هو الساحر الروسي اللي هو الحقيقة. زي ما أنت سامع حضرتك دلوقتي الجيش بيضرب هو والشرطة في الهواء عشان يرجع الناس اللي قدام الكنيسة، اللي هم مستقلين قدام الكنيسة، وبيضربوا نار علينا. الجيش بيضربوا في الهواء وهم بيرد على الجيش ضرب حي. يعني الضرب ده من داخل الكنيسه؟ من داخل الكنيسه الضرب؟ اه يا فندم، من اسطح من الكنيسه، من المحيطه بالكنيسه، ومن اسطح المنازل المجاوره ليها لازم تضرب من فوق. والجيش قاعد شاهد الموضوع ده وبدا يضرب نار على الحيطه بتاعت البنايه العاليه اللي بتضرب نار من فوق. طيب تقدر تقدر عدد المتظاهرين الان قد ايه من الطرفين؟ حوالي دلوقتي حضرتك بالنسبه للمسلمين اللي متواجدين قدامي حوالي مثلا 8000 في الحدود دي. الجانب الاخر 8000 ما عادش اقدره، هنا بعدت عنه. الصبح كانوا حوالي مثلا 2000 3 الله اعلم كده دلوقتي ولا شكله ايه. وطبعا في وسط المسلمين من الشارع اكثريته تكتل مسيحي، فحضرتك ممكن يكون في وسط المسلمين برضه بعض المسيحيين واقفين. هل في زحام مروري؟ في زحام مروري وصعوبه في الوصول الى المنطقه؟ الو؟ في زحام مروري عندك؟ لا ايوه انا سامع. في زحام مروري، زحمه يعني؟ الطريق. طيب شكرا ليك استاذ علي، شاهد عيان من منطقه البصراوي بامبابه حول ما يشاع من احداث اختطاف امراه دخلت في الاسلام قبل نحو 7 اشهر واتصلت بزوجها لتخبره عن مكان وجودها، فانطلق الشباب. والتقديرات طبعا لا نستطيع ان نجزم ان هم 8000 شاب مسلم، دي تقديرات شهود عيان.